في ألف و... احنا ماشيين في منتصف الثمانينات، في 1984 اللي تحدثت عنها، كان هناك تحول في استراتيجي عند السرورية، تحدثني عن هذا التحول. طبعا بعد خروج ترتيب العمل وخروج محمد سرور إلى لندن، وخلاص الآن استقر على أنه يعني أب روحي للحركة، وانتقلت الحركة إلى فكرة رائعة جدا الحقيقة، لو استمرت بهدوء وسلموا من أزمة الخليج كان الوضع مختلف الآن تماما، وهي عدم، أو خلينا نسميها اللا تنظيم. طبعا فكرة اللا تنظيم تحولت بعد سنوات إلى سوبر تنظيم. ما فهمت، بأتي في الحديث فيها. اجتمعوا تقريبا الرؤوس هناك وقالوا احنا أمام خيارين، إما أنه نعمل للدعوة أو نعمل للتنظيم، إما أننا نخلق تيار أو نستمر في عملية تجميع الشباب بالطريقة الصعبة اللي هي عملية أنه ننتقي مجموعة ثم ننتقي منها ونستبعد على طريقة الأخوان. بالضبط، على طريقة الأخوان. فاختاروا عملية لا، أنه نبي ناخذ نخلق تيار وترس صغير جدا يدير هذه المنظومة، يبث فيها المناحي التعليمية والمناحي الحركية والمناحي الإغاثية والشرعية وما إلى ذلك. وهذا ما جعل السرورية تكتسح الأخوان بشكل ساحق، يعني التحول من الخاص إلى العام. بالضبط، من التيارية، من التنظيم إلى التيارية. بالضبط، يعني التنظيم يصير عدد صغير يتحكم في الأمور، وأنه التيار هو اللي ينتشر بدون ما نخليهم يكونون منظمين في ال... هذا كلام، هذا كلام، هذه الفكرة صحيحة. نعم، كذا هذا بالضبط، هذا ما حدث. بدأ العمل على هذا الأمر، حاولوا يخلقون رموز من ذلك الوقت تقريبا. هذا احنا نتكلم في تاريخ كم بالضبط؟ في ما بين 1405 و7 بين هالتاريخين. في 1407 تحرك الأخوان السعوديين، بدأ يظهر وجههم الآن، يعني كان في تنظيم عميق من 54 تقريبا، بدأ ينمو على يد مجموعة منهم مسعود الفنيسان وحمد الصليفيح وآخرين كثيرين. هذول الأخوان، هذول الأخوان. فلما قامت ما يسمى انتفاضة الحجاب